صباحكم الله بالخير والعافية مشاهدينا الكرام، صباحكم خير إن شاء الله، صباح ديمقراطي وطني عراقي انتخابي من الصباحات الجميلة بعراق ما بعد عام 2003، صباح مليء إن شاء الله بالحرية، صباح يقدر من خلاله انتخابي يقدر أكثر من 16 مليون ناخب عراقي أنه يشارك بانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. هواية من عندنا رافضين واقعنا ونحاول نغير من عنده، خصوصا بموضوع الخدمات وبالأخص أطراف المحافظات وأطراف المحافظات بكل محافظات العراق نقصد بها. كل هذا نقدر نغيره من خلال مشاركتنا الفعالة والحقيقية بانتخابات مجالس المحافظات. اليوم فتحت صناديق الاقتراع أبوابها ومراكز المراكز والمحطات الانتخابية فتحت أبوابها ابتداء من الساعة 8 صباحا، والكل المحدث بطاقته راح يقدر يشارك بهذه الانتخابات المهمة للخدمات وتغيير الكثير من الأمور اللي نحتاجها بحياتنا اليومية. نبحث ملف الانتخابات من خلال هذه التغطية المستمرة على مدى ساعات العملية الانتخابية إن شاء الله لحين إغلاق صناديق الاقتراع، ونبتدي بهذه التغطية الأولى من أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لنا كمواطنين موجودين، نحاول نغير من هذا الواقع ونبحث بأهميتها مع ضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، والأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات. حياك الله، رحب بكم ضيوفنا الأكارم. حياكم الله أستاذ هاشم، حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أهمية هذه الانتخابات والتجربة الانتخابية، أنا كمواطن اليوم ليش لازم أروح وأشارك بهذه الانتخابات؟ شنو اللي يضيف لي؟ شنو اللي راح يتغير اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدءاً تحية لكم لمشاهديكم وملاكاتكم، تحية كبيرة لك إلى أستاذ علي الحبيب. أقول بأن الانتخابات هي واحدة من أبرز ملامح وأساسيات النظام الديمقراطي، والذي اخترناه كعراقيين في تثبيت عملياتنا السياسية، وأيضاً لنا الحق في أن نفتخر بأننا ثبتنا هذا النظام السياسي والتجربة الديمقراطية بأداء انتخابات في ظل تحديات كبيرة لم تمر بأي بلد في العالم وأي شعب في العالم، لم يؤدي الانتخابات كما أداها العراقيون وأدوها ونجحوا بها، وأيضا قدمنا في سبيل تثبيت هذه العملية السياسية والديمقراطية التضحيات والجهود، ووفاء لكل هذا وتكريسا وتعزيزا لهذا الأمر علينا أن نؤدي هذه الانتخابات، وأيضا لتصحيح المسارات. لدينا ملاحظات، والانتخابات هي فرصة لمكافأة من أحسن ولمحاسبة من قصر بعدم اختياره. بما يتعلق بالانتخابات الخدمية، انتخابات مجالس المحافظات في هذه المرحلة، تعرف في الجميع بأنه بعد 10 سنوات من توقف هذه الانتخابات وبعد 5 سنوات من توقف مجالس المحافظات عن أداء واجباتها. في الفترة السابقة كان الملاحظة المؤكدة أنه أداء المحافظات كان فيه تراجع، الأغلب أنا أتحدث بصورة عامة، والحالة الأخطر بسبب غياب الدور الرقابي لمجالس المحافظات وتفرد المحافظ في محافظته، أصبحت المحافظات كأنها إقطاعيات للمحافظ أو مملكات خاصة. ولهذا شاهدنا أن هنالك من استثمر وضع في المحافظة بعنوان المحافظ بغياب رقابه، أنه تكون المحافظة له ولأسرته. البعض تنقل في التحالفات الحزبية لكي يكرس وجوده. البعض راح نناقش دور المحافظ فقط. البعض ذهب لكي يضحي بالمحافظة وبمركز المحافظ وبعنوان لأجل مصلحة خاصة أو لظرف خاص. كل هذه تكون في التخلص منها بوجود مجالس محافظات رقابية وتراقب على المحافظة، وأيضا في ظل حكومة هذه الحكومة هي بعنوان حكومة خدمة وطنية استطاعت أن تكسب رضا بدرجة كبيرة للناس. هنالك لابد أن يكون مجالس محلية آخر محلية انتخابات توازي هذا العمل. طيب، آخر انتخابات لمجالس المحافظات عندنا عام 2013. أسأل أستاذ علي، الظرف حاليا
شنو اللي يميز هذه الانتخابات؟ تجارب عندنا انتخابية ما يخص مجلس النواب وحتى مجالس المحافظات وإن كانت ثلاث تجارب، بالتالي الظرف الحالي وشنو ممكن نستفيد من التجارب السابقة للعمليات الانتخابية؟ نعم، بدأ نقول السلام عليكم. عليكم السلام. وعلى ضيفك الكريم دكتور هاشم وعلى جمهورك وعلى العراقيين جميعا، ويوم جديد مختلف نوعا ما عن باقي الأيام باعتبارنا اليوم نشهد عملية انتخابية لمجالس المحافظات التي نصت عليها المادة 122 من الدستور، والتي نتمنى من كل قلوبنا أن تكون حالة مغايرة للواقع والوضع المتردي اللي نعيشه، وربما حالة الجمود اللي يصير صابت الفرد العراقي حتى أصبح بعيدا عن الواقع السياسي. اليوم للأسف الشديد نشهد شبه عزلة عن مواطن عن الواقع السياسي، باعتبار أنه والعراقي معذور بهذا الجانب لأنه عانى الكثير. هناك من وعد فأخلف، هناك من وعد ولم يفي بوعوده، وبالتالي صرنا في قطيعة عن انتخابات اليوم. هذه الانتخابات انتخابات سياسية؟ والله حتى نكون صادقين عبر برنامجك، هي واجهتها أصبحت للأسف سياسية. ليه سياسية؟ لأن أنا اليوم عندي قائمة ب 65 مسؤول برلماني ووزير، وربما من بقية السلك الدبلوماسي من رشح ابنه ورشح نسيبه ورشح حتى مدير مكتبه، وبالتالي هذه الانتخابات للأسف بدأت بواجهة سياسية عريضة لكن تقابلها حماسة ورغبة جماهير ضيقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نسبة التصويت لن تكون قوية. أضف إلى ذلك أنا أعتبر أول خرق حصل في هذه الانتخابات قامت به المفوضية نفسها لما انحرمت 9 مليون مواطن عراقي من الإدلاء بأصواتهم نتيجة عدم امتلاكهم أو حصولهم على البطاقة البايومترية. وأنا أسأل كعراقي وكباحث وشان العراقي، يعني ما هي البطاقة البايومترية؟ هل هي صك الغفران؟ ما كانت تقدر المفوضية مع كل هذه يعني الدعم؟ إحنا مو موقع الدفاع عن المفوضية، المفوضية تقريبا صار أشهر لما يخص البطاقة البايومترية، وإحنا ثقفنا بهذا الموضوع من طريق القنوات الفضائية وقناتنا من ضمن القنوات أنه لازم تحدث، لازم تروح، لازم تراجع، لازم تغير من معلوماتك باعتبار أنه قاعدة البيانات تتحدث بشكل مستمر. بس أكو طرق أخرى يعني بيها ممكن الواحد إحنا حتى نعذر وحتى نكون منصفين، نعذر المواطن العراقي. مو قلت لك أنا بالبداية صار عنده عزوف نتيجة الإخفاقات اللي صارت، والكل أنا والدكتور وحضرتك يمكن نتفق على أنه المنظومة السياسية ما استطاعت أن تكسب ود الجمهور العراقي ود الفرد العراقي، وبالتالي يحسب الانتخابات هي ليس له بل عليه، بل هي محسوبة لجهة سياسية. ما كان تقدر أنه المفوضية من خلال فرقها الجوالة من خلال ورشها الفنية أنه تروح للمواطن العراقي. هسه احنا في بعض الأحيان نوبات هو يجيك مثل ما هسه الدولة تدزل التلقيح للباب دق الباب تقول أكيد. النتاج لهذه الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات وأعضاء مجالس المحافظات، أهميتها بالنسبة للمواطن يعني الحكومة المحلية قد تكون في تماس مع المواطن أكثر ما تكون الحكومة أو رئاسة الوزراء، بدليل أنه هذا ابن مدينتك ومن منطقتك، وبالتالي هو يشعر بمعاناتك، يشعر باحتياجاتك. كما تفضل الدكتور المحترم أنه إحنا اليوم عضو مجلس المحافظة يجب أن يكون قريب عن المواطن، يجب أن يقدم خدمة. إحنا واقعنا للأسف البنى التحتية عندنا هدم كبير بها، فبالتالي يجب أن تكون هذه المجالس مجالس خدمية، وإن كانت هي واحدة من علامات تكون خدمية وأيضا تكون رقابية حتى نبعد عن دكتاتورية المحافظ ونبعد عن بعض الصفقات المشبوهة التي قد تحصل بالاستثمارات، باعتبار العراق اليوم بيئة جاذبة للاستثمار، والسيد السوداني اليوم فتح مشاريع كبرى وربما شركات أجنبية ستأتي لأجل البناء والإعمار، لكن نحتاج مجلس حقيقة مجلس محافظة قوي، ربما قد نتمنى أن يكون على غرار مجلس الإعمار الملكي الذي بنى الكثير من الشوارع، بنى بندية الطيب وبنى جامعة بغداد ونالنا جسور. احنا نريد هيك مجلس، بالتالي نتفق على أهمية مجالس المحافظات يعني. عكس ما يروج البعض أو الفكرة العامة أنه يقلل من أهمية هذه المجالس وهذه الانتخابات، وأنه الأهمية فقط الانتخابات البرلمانية. كلاهما لهم أهمية حسب الاختصاص وحسب الاختيار، الأدوار مختلفة. نعم، هنا في الانتخابات البرلمانية نحن ننتخب بن يقود السلطة التشريعية في البلد بصورة كاملة، بما يتعلق أيضا رقابة وتشريع بما يرتبط بالحكومة الاتحادية. هناك في المجالس المحافظات هي الحكومات المحلية التي هي أيضا تؤدي عمل الحكومة الاتحادية في محافظاتها. بالتالي أيضا لدينا قانون 22 الذي حول جزءا من صلاحيات المحافظات إلى الحكومات المحلية. وأيضا حتى نؤكد أهمية وجود مجالس المحافظات بالتشخيص،
في الأعوام الماضية على الأقل في الخمسة سنوات التي توقف بها عمل مجالس المحافظات. 2018 توقفت مجالس المحافظات. الذي حصل ماذا؟ مع وجود أنا أعيد مع وجود ملاحظات على مجالس المحافظات السابقة. الذي حصل في غياب مجالس المحافظات وتفرد المحافظين، البعض من المحافظين قصر في أن يؤدي ما عليه من خدمة. لديه إدارة لربما ولكن لم تكن له إرادة. يعني وهنا قرار المحافظة صار المتحكم الأول به هو المحافظ المتفرد أصلا متفرد بالقرار. غياب الإرادة حتى لو كان هنالك إدارة بصورة أو بأخرى تسبب بأن الكثير من محافظات الوسط والجنوب تحديدا لم تنفق موازناتها التي قدمت لها من الحكومة الاتحادية، ولهذا أعيدت بإعادتها. يعني ماذا حصل؟ على الرغم من نقص الخدمات، على الرغم من ما تعاني محافظات الوسط والجنوب، أنا قلت غياب الإرادة، ما صرفوا المحافظين كل الأموال المستحقة من الميزانية الاتحادية. بعض المحافظين يجي يشطب يومه زين منتج على جهة سياسية، ما يجي يشار عليه أصلا، ما نقول بعبارة أخرى، لكن بالنتيجة لم تنفق الموازنات وعيدت إلى الحكومة الاتحادية. هناك قرار، يعني لما نقول لم تنفق الموازنات تقريبا ايش قد انفقت من الموازنات اذا نحكي كنسبه وتناسب؟ قسم حتى 10% لم ينفق. 10%؟ نعم بهذا واقع المحافظات السنوات. نعم 10%، بعض 50 بعض 60، لكن هو ان يعود دينار واحد فهو تقصير، لانه يعني هو عدم استثمار هذه الموازنات اللي حق هاي المحافظه. باعادتها تم تحويلها الى محافظات اخرى، بالتالي تكرس حرمان المحافظات الوسطى والجنوبية، وهذا أيضا يضر بمبدأ دستوري وهو تثبيت أنه ثروات العراقيين للعراقيين بالتساوي. هذا أمر. الأمر الآخر أنه اليوم المحافظات تحتاج إلى مشاريع، تحتاجها في الوقت الراهن، تحتاج إلى مشاريع لابد أن تكون مشخصة على اعتبار أنه لدينا نمو، بالتالي تكون ملبية للتنمية. اليوم هذه لا ينهض بها محافظ بمفرده، لابد من وجود مجلس، وهذا المجلس تنطلق مسؤوليته من المواطن ومشاركته بهذا الانتخابات. يعني الأمر الآخر لمن يقول ويشكك ويطرح، أنا أقول اللي يجري عملية جراحية لمريض وتفشل في جانب من الجوانب، يترك إجراء العمليات لو يذهب إلى ترسيم إجراء العمليات حتى تكون عمليات ناجحة، هو هذا الأساس الذي يسعى له في هذه الانتخابات. أنا أسأل عن أهمية دور المواطن بإنجاح هذه التجربة. هسه احنا الانتخابات موجودة، الانتخابات مثل ما قلنا عندنا أكثر من تجربة، وقبل 2003 هم كنا نسمع بانتخابات. أهمية المواطن ودوره اليوم بترسيخ هذه التجربة الديمقراطية. يعني بكل تأكيد المواطن له الدور الريادي، وحتى الدستور يعني في بداية فقراته، يمكن الفقرة الخامسة من الدستور يقول السلطة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات، وبالتالي أعطاء الحق حتى بتشخيص الخلل. لكن للأسف الشديد أنا واحد من اللي يسجل على المواطن العراقي ربما انسياقه بالعقل الجمعي بسياسة القطيع، ابتعاده عن تشخيص الأخطاء هو اللي ولد هاي الدكتاتوريات اللي نحكي عليها وهاي التفرد بالسلطة، لأنه ماكو مراقب. من هنا مجالس المحافظات معطلة، المحافظ هم لقاها فرصة بعد تحزم وخذ لك سهم، وبالتالي المواطن بدأ بس يشكو بس يتذمر. أنا اليوم المواطن العراقي أريد إلى موقع استراتيجي بهاي العملية، عملية البناء، باعتبار هو البناء راح يفيد أكثر. وهذا الموقع بالتأكيد ينطلق من دوره بالمشاركة وإنجاح هذه التجربة. أنا أعتذر عن المقاطعة، أنتقل لمراسلنا محمد الشبكي ينضم لنا من محافظة نينوى عبر سكايب. نرحب بك محمد. نعم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الحرة. أهلا وسهلا بك أحمد. محمد، الأجواء الانتخابية حاليا بمحافظة نينوى ما يخص مشاركة الناخبين بهذه الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، وشنو الوضع عندك؟ خلينا بالصورة بمحافظة نينوى. نعم طبعا، أبواب مراكز الاقتراع هنا في مدينة الموصل افتتحت في تمام الساعة 7 صباحا، أكثر من 792 مركز انتخابي موزع على 3992 محطة اقتراع في كافة محافظة نينوى في مركز المدينة، وكذلك في جنوب الموصل وشرق الموصل وغربها. الآن بدأت
المواطنين بالتوجه الى مراكز الاختراع في مجلس المحافظ من خلال المواطنين بالتوجه الى المراكز ولاختيار من يمثلهم في المحافظة وسط أجواء أمنية مستقرة، بالإضافة إلى توفير كافة الوسائل من أجل ضمان نجاح العملية الانتخابية في مدينة الموصل. محمد ما نقدر نقيم بالتالي حاليا الأمور اللوجستية بما يخص عمل المفوضية وكيفية الإدارة العملية الانتخابية باعتبارنا في بداية اليوم الانتخابي، لكن أنا أسأل عن الاستعدادات، استعدادات المراكز بما يخص الأمور اللوجستية من أجهزة الإرسال وغيرها، شلون تابعت هذا الموضوع؟ نعم، في الحقيقة كافة مراكز الاختراع افتتح في تمام الساعة 7 صباحا من أجل ضمان وصول الناقب للاختراع لمن يمثلهم. كان هناك في بعض المراكز تأخير في افتتاح بعض المحطات لعدم العمل للأجهزة المختصة بالتصويت، ولكن تم تلافي الموضوع وتم تشغيل الأجهزة الخاصة بالتصويت. يعني حاليا كل المراكز فاتحة إن شاء الله؟ نعم نعم، كل المراكز حاليا في مدينة الموصل افتتح واستقبلوا الناخبين. كما هو معلوم دائما في الأوقات الصباح الأولى يكون هناك ضعف الاستقبال، الان حاليا نحن في احد المراكز في مركز المدينه، بدات المواطنين بالاختيار بالتوجه الى المركز لاختيار من يمثلهم. في الحقيقه هناك جهود كبيره تبذل من قبل القوات الامنيه من حيث تامين مراكز الاختراع وكذلك تسهيل وصول المواطنين لمراكز الاختراع. كما هو معلوم بان محافظه نينوى فيه اكثر من كما ذكرنا 792 مركز، ثاني اكبر محافظه يتنافس اكثر من 626 مرشح على 29 مقعد، من ضمن المقاعد 26 مقعد عام وثلاث مقاعد كوتا مخصص للاقليات من الشبك والمسيحيين واليزيديه. أكثر من هناك 7 مقاعد لحصة النساء و 19 مقعد حصة الرجال، إذ هناك 147 امرأة تتنافس على 7 مقاعد وأكثر من 400 شخص يتنافسون على مقاعد الرجال. هذه التنافس وهذه أحسنت محمد، شكرا شكرا لك لكل هذه الإيضاحات. إن شاء الله نرجع ونعود للاتصال بك بتغطيات اخرى ان شاء الله على مدار هذا اليوم الانتخابي. ارجع لك استاذ هاشم، اول البارحه كان عندنا التصويت الخاص، نسبه مشاركه عاليه اكثر من 67% حسب ما اعلنت المفوضيه. محافظات الديوانيه والمثنى سجلت الاعلى بنسب المشاركه، 77% للديوانيه 84% للمثنى، على الرغم من انه هذه المحافظات هي الافقر بين المحافظات العراقيه. اثر هذه المشاركه على انتخابات التصويت العام؟ دعني استثمر هذه اللحظات باداء واجب وايضا هو تشريف وتذكير لاخواني العراقيين جميعا، والذكرى تنفع المؤمنين، بضروره اصطحاب بطاقه ثانيه هويه تعريفيه مع البطاقه الانتخابيه، لان هذا امر اساسي في اجراء الانتخابات، هذا اولا. وايضا لدينا عده ساعات، تقريبا اكثر من 9 ساعات ضروري التاكد من المركز الانتخابي هنالك مجال وتاكيد هذا الامر واستحضاره. اعود الى سؤالك الكريم، اولا الاقتراع العام هو يرتبط بالاجهزه الامنيه وقواتنا الامنيه مع بعض الفئات الخاصه، هو كان بحضور كبير وتفاعل كبير وهذا امر متوقع. تعرفون انه قواتنا الأمنية دوما كانت ما تؤدي دورين رائعين، دور حماية الانتخابات ومراكزها ودور أداء المشاركة الانتخابية، ودائما كانت نسبة مشاركة عالية جدا، وهو أمر متوقع على اعتبار أنه يتاح لهم أن ينتخبوا في كل محافظاتهم بمراكزهم المعينة.
الأمر الآخر أيضا هو حالة الانضباط اللي موجودة والتواجد الكامل، تعرفونها في اعتبر مهمتهم تتطلب التواجد الكامل. وأيضا بالنسبة للفئات الأخرى التي تنتخب مع القوات الأمنية في الاقتراع الخاص، الانتخابات تذهب إليهم ولا يأتونهم الانتخابات، هذه كلها حققت نسبة المشاركة. حالة المشاركة العالية في المحافظات المحرومة هذا أمر مفرح، لأنه يدلل على وعي الناس بأهمية هذه المحافظات. أمر آخر، سألت سؤال لطيف، إنه هذه الانتخابات هل هي انتخابات سياسية؟ ما أعرف، إحنا ليش صايرة عندنا حساسية من كلمة السياسة؟ هو كل شيء سياسي. نعم، مدخلاتها، حركتها، تنظيمها، وحتى اللي ذكر أستاذ علي حساسية المواطن من هذا الموضوع فقط يتعلق ببعض الوجوه السياسية. ونحن أساءة تمثيل المواطن، دورنا أنه نوضح هذا الشيء. طيب، أولا السياسة هي تكليف، وأنا هنا أنقل قول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول ديننا عين سياستنا وسياستنا عين ديننا. السياسة اللي توصل لخدمة الناس وإسعاد الناس، هذه بمستوى العبادة، وهذا دور مجالس المحافظات، وهذا دور أعضاء مجالس المحافظات. كل من يتصدى، احنا ليش ناخذ السيء والمقصر هو القدوة والاقتداء؟ خلي ناخذ الجيد اللي هو قدوة واقتداء. طيب، وانا راح اذكر وهو ان كان شخصية سياسية بس هو مطالب باداء دور خدمي، بالتالي دوره اللي يخصص له دور خدمي، دور سياسي أدي فقط. إذا استاذنك استاذ علي بتذكير بسيط على اعتبار المصادق أهم من الكلام الإنشائي. طيب، احنا كان عندنا تحديات، زين، لعل أبرز تحدي هو ما حصل في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش. هنالك من كان سياسيا وكان في موقع وزير وترك الوزارة وذهب ليدافع عن العراق وعن العراقيين. مثال 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 مهم، مثال هذا مهم موجود، هذا موجود شخص بظرف والكثير صعب من هؤلاء. طيب، ومناصب، وبالتالي مثل هؤلاء هو الذي يعول عليه، يستحق انه يمثل ويقدم. اما من قصر ومن يساء هذا يوم الانتخابات. زين، كافي. هذه النقطة، هذه نقطة مهمة ما يخص الوجوه الانتخابية والوجوه المرشحة. اليوم بعض المواطنين عندهم اعتراض انه انا نفس الوجوه، بالتالي انا راح انتخب وراح ترجع لي نفس الوجوه. هذه الانتخابات باكثر من 5900 مرشح، انطتنا امكانيه انه نختار ناس جديده تقدم الخدمات من مواقع مختلفه؟ بكل تاكيد، بس انا فاتني ان اذكر واحيي القوات الامنيه حقيقه الساهره على أكيد كل الامن، الامن المراكز، الشوارع، يعني حقيقه نحييهم في كل، ما نقول ذائقه، لكن بكل شده هم واقفين، فتحيه لهم من هذا المنبر، ونتمنى لهم الموفقيه، ونتمنى يكون عراقنا امن مطمئن على مر العصور ان شاء الله. الاسماء الجديده اللي طرحت في انتخابات مجالس المحافظات ربما تكون هي المنقذ، وحتى تغير فكر المواطن العراقي. أنا قلت لك في بداية حديث المواطن العراقي نتيجة التراكمات والمساوئ اللي صارت عندها النظرة التشاؤمية. بس احنا ما نريد نقول العراقي ماشي على ما لان احنا شعلية وشعلية، لا، اليوم ماكو شعلية، اليوم دوره كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم بيدك تغير، اليوم بيدك تحاسب. احنا هذه التكارية اللي صارت عندنا، شوف هاي البلدان، ترى حتى البلدان الغربية، ترى لا تتصور واحد ما يحب السيادة، هم يتمنون أن هم يمتازون بالمواصفات اللي يمتازوها سياسينا، بس هو يدري وراء شعب واعي، وراء شعب يحاسب. يمكن إذا فات بالموكب ماله واجتاز الإشارة الضوئية المواطنين يوقفوا ويحاسبوه. بالنتيجة احنا هاي الثقافة ما عندنا للأسف، يعني هاي نسجلها على المواطن العراقي أنه ما ينظر للمسؤول، أنت بشر وهو بشر، لا تعطي أكبر من حجمه، حاسبه إذا أخطأ، وصل معلومتك للجهات الأمنية والرقابية. اليوم احنا في ظل حكومة جديدة رئيسها رئيس الوزراء من سياسيين الداخل، خلينا نسميه من عاش المعاناة، تأزر اكثر من الوزارة. التوزيع لعدد المقاعد اليوم بغداد 49 مقعد، نعم. عندنا مثلا الواسط 14 مقعد، 16 مقعد بمحافظة الأنبار، 22 بالبصرة وغيرها، نعم، من المحافظات. هذه الأعداد قياسا بالنسبة والتناسب تشوفها أعداد كافية أنه تمثل هذه المحافظات باحتياجاتها بكل تفاصيلها اللي تحتاجها في حياتها اليومية؟ هي وإن كانت ترى هي العبرة مو بالعدد. أنا اليوم بالأداء. أريد رجال بالأداء، رجال أشداء، أقوياء يغيرون. أولاً إحنا هاي الانتخابات إن شاء الله إذا مو هي إن شاء الله ماشي على خير وثبتوا جدارتهم، هاي راح تأسس لثقافة انتخابات قادمة. أنا اليوم من أقول إيه والله هذول الناس اللي انتخبناهم قدموا شيء، تغير وضع
المحافظات. يعني انا بدارك ببغداد، بغداد اليوم تشكو الكثير، تشكو من كثافه سكانيه 9,600,000 بشر في مدينه حدودها ما تسع اكثر من 4 ملايين، بها اعداد هائله من السيارات، بها اعداد اخطاء كثيره فنيه، بالتالي محتاجه شده حزام، محتاجه الى خليه ازمه. احنا اليوم اللي ينقصنا انه لازم ناسس لقاسم مشترك بين المواطن وبين الحكومه، من خلال يسعون جاهدين على احداث مؤثرات تغير الواقع المتردي. اما انا دائما اوكل للمسؤول، للمسؤول لا، انا اليوم اريد ثقافه المجتمع هي الحاضره. جيد، هذا الواقع استاذ هاشم شنو ممكن تغيره مجالس المحافظات اليوم؟ احنا نشوف حكومه شعارها الخدمات مثل ما ذكرت، رئيس وزراء ينزل بنفسه للمشاريع ويتابع، فبالتالي شنو راح تقدم لي مجالس المحافظات؟ تقدم ما ذكرناه، تقدم فاعليه لمن تختاره فيما بينها كهذه المجالس، بين يتصدر بمنصب محافظ، تسانده وتؤازره وتراقب عمله، هذا هو الاساس. وايضا هي تكون مشرفه على اداء المشاريع ورسم السياسات والخطط التنموية والخدمية للمحافظات، وأيضا تباشر بتطبيقها، هذا هو الدور الأساسي. ذكرت الأستاذ علي مسألة الأعداد بالمحافظات، هذا الأمر يرتبط بنفوس كل محافظة حسب القانون، بأن من 100,000 يمثلهم نائب. الآن الذي نقوله أنه هذه المجالس هي حكومة، هي حكومة، والمحافظ لابد أن يكون هو رئيس وزراء في محافظته. طيب، هذا رئيس الوزراء ما يترك في مفرد الإدارة، ترك القانون الدستور العراقي أنه يمارس كل صلاحياته كرئيس مجلس محافظة. قال لا محافظات ذكر أستاذ علي قانون مجلس محافظات 122 يشير بشكل واضح إلى صلاحيات كاملة، وهو المشكلة لم تكن في الصلاحيات. فبالتالي إذا يكون أكو تقصير المشكلة أنت محافظ مسؤول عن هذا، المشكلة في غياب الرقابة. غياب الرقابة هو الذي يتسبب ب يأمل الذهاب خلاف الصلاحيات أو استغلال الصلاحيات. طيب، أو التقصير أو التراخي. هذا الأمر مثل ما قلنا الحالة المثالية، والحالة قبل ذلك القانونية والدستورية هي بوجود هذه المجالس، وأن تأخذ دورها بشكل واضح. أمر آخر وأيضا هو أمر مهم، إحنا الآن في الانتخابات، في الاستعداد للانتخابات كان الجهد الأكبر على الأجهزة الرسمية، الحكومة والمفوضية. في يوم الانتخابات عندنا الجهد الأكبر على المواطن الذي يذهب لينتخب. طيب، وأيضا الأجهزة الرسمية جاهزة، لكن المواطن عليه أن يكون دائما حاضر، ولا ينتهي دوره بإلقاء ورقة الانتخابات في الصندوق. جيد، يراقب هذا اللي اختاره بالمحافظته، راح يتواجد، راح يباشر، راح يوفي بوعوده، راح يتابع، راح يشوفه بالمشاريع، راح يشوفه بالمتابعات. هذا هو الأساس. هذا الموضوع استاذ علي، شنو اللي يمكن المواطن اليوم يختار الاصلح والانسب له اللي يمثله بمجلس المحافظه؟ مثل ما قلنا عندنا اكثر من 5,000، او العدد الدقيق 5,904 مرشح يتوزعون ما بين 4,242 رجل و 1,662 امراه. اليوم انا كمواطن شلون اقدر اختار الشخص المناسب اللي يمثلني؟ اولا لازم اتحرر من بعض القيود اللي قد تكون مرافقه الى، مثلا اتحرر من العشائريه، مع جل احترامنا انا ما اروح انتخب لان هذا ابن عشيرتي، لانه الشيخ الفلاني اليوم سوالي وليمه وقال لي هلا هلا بابن عمك زي، وانصر اخاك ظالما او مظلوما. أيه، وهذا الحديث طبعا عليه 100 هسه مو وقته زين عيني، وما اجي انا انطر لانه هو بالمنطقه وضغط علي فلان، لا انا اختار الاصلح، اختار الانجح، اختار صاحب الكفاءه، اختار صاحب المشروع اللي قدم برنامجه، اللي احس بي عنده كفاءه، عنده رغبه، عنده امكانيه. اما انا اجي والله فلان وصاني على فلان، وبالنتيجه احنا هاي المناكفات وهاي الضغوطات والعلاقات والتوافقات هواي وصلت الطرق مسدوده. اليوم الوعي الجماهيري انا اعول عليه كثيرا، عليه ان يتجرد من كل هذه الفئويه المصلحيه العشائريه ويفكر بعقله، يعني انت اليوم اللي تنتخبه هو راح يكون بتماس معك، هو راح يكون ربما طوق النجاه، وربما يكون هو ما راح يغرقك بالشط مثل ما يقولون اهلنا. فعليه اختيارك الاصح، اختيارك الافضل بعيد عن كل هاي المسميات، هو طيب اللي راح يولد لنا مجلس رقابي تشريعي مهم. واني اعتقد يعني استاذنكم بالمغادره، يعني عندي طيب التزام. طيب نشكرك احنا الله يسلمك، استاذ علي الله يبارك فيك، تشرف قبل لا تغادرنا طبعا ننتقل للزميله غفران حسن حتى نتعرف اكثر على اهميه هذه الانتخابات ودورها. تفضلي غفران.
شكرا لك عباس، حياكم الله احبتي المشاهدين. سنتعرف بهذه الفقرة عن ماذا نعرف عن انتخابات مجالس المحافظات، طبعا منذ عام للمرة الاولى منذ عام 2013 والثالثة بعد عام 2003 يجرى في العراق انتخابات مجالس المحافظات، طبعا بمبدأ السلطة التشريعية والرقابية. مجالس المحافظات بكل محافظة لها الحق بإصدار التشريعات المحلية وإدارة شؤونها وفق يعني اللامركزية طبعا، ودون أن يتعارض هذا الموضوع مع الدستور. وأكيد يتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، ولكل يعني 200 ألف نسمة يضاف مقعد واحد، على أن لا يزيد إجمالي الأعضاء على 35 عضو. وأيضا تمتد الدورة الانتخابية على 4 سنوات. أما الآن نتحدث عن ما هي صلاحيات مجالس المحافظات. طبعا يكون لها الحق في رسم السياسة تكون العامة التابعة لها وتحديد أولوياتها بالمجالات كافة، وأيضا يقع على عاتقها انتخاب المحافظ ونائبيه، ويمكن استجوابهم لعدة أسباب، منها هدر المال العام وأيضا أو الإهمال يكون. وأيضا تمتلك صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والمعاهد والكليات والدوائر اللي تكون تابعة للمحكمة الاتحادية. هذا أهم ما جاء في هذه الفقرة، وأكيد هذه عودة لك زميلي عباس. شكرا جزيلا غفران. نرجع مرة ثانية لمحافظة نينوى وزميلنا محمد الشبكي ولقاء بمسؤول إعلام قيادة محافظة نينوى حتى نطلع أكثر على الواقع الأمني والإجراءات الانتخابية بالمحافظة. تفضل محمد. نعم، طبعا لحد الآن عمليات الاقتراع جاري في انسيابية عالية في مركز مدينة الموصل. المعلوم بأنه هناك أكثر من 792 مركز اقتراع افتتح في مدينة الموصل. الكل متهيئ سواء كان من قيادات الأمنية وكذلك موظفي الاقتراع بعد أن تلقوا تدريب لمدة على مدى شهر لأكثر من 23 ألف موظف، حيث الجاهزية بالإضافة إلى لأول مرة في مركز في مراكز الاقتراع يستخدم محمد بخصوص ضيفك الجهة الأمنية، إذا متواجد تقدر يعني تجري لنا ويا لقاء حتى نتمكن أكثر من معرفة المعلومات بشكل أدق. نعم أستاذ مازن راح يكون ويانا، عميد مازن مدير الاعلام مسؤول الاعلام والعلاقات في قياده شرطه نينوى. يلا يمك ان شاء الله استاذ مازن وتقدر تبلش لقاء وياه. السلام عليكم. حقيقه اليوم احنا بدانا يعني بدايه الساعه الثالثه من التصويت العام، بدا حركه المواطنين واقبال المواطنين بشكل كبير في ازداد للتوجه الى مراكز الاقتراع والإبداع بأصواتهم يتمكنوا من اختيار من يمثلهم في انتخابات مجالس المحافظات. نعم. بدا التوافد يزداد. حقيقه الاستعدادات الامنيه عاليه جدا وتجري كما مرسوم لها ومخططها حسب الخطط الامنيه اللي تم وضعها من قبل مراجعنا في قياده العمليات المشتركه وقياده عمليات نينوى. هناك تزكيه حاليه بين جميع القطاعات الامنيه، توفير الاجواء الامنه الديمقراطية للمواطنين الكرام يتمكنوا من الوصول بكل انسيابية والوصول إلى مراكز الاقتراع. لا يوجد محمد إذا تعرف لنا في محافظة نينوى أكو قطوعات أو مناطق يعني ما يقدر المواطن ينتقل بين الجوانب بسبب هذه القطوعات الأمنية؟ هناك أي قطوعات في أطراف مدينة الموصل أو في مركز المدينة خلال يعني من الاقتراع العام؟ نعم لا يوجد، أكدت وأكد أيضا لا يوجد حظر في الجوال، لا يوجد قطع في الشوارع، حركة طبيعية داخل مدينة الموصل وعموم محافظة. نعم، هل حدث هناك تأخير في مراكز الاقتراع؟ هل هناك أي شابهوا أي عراقيل خلال العمليات؟ الحقيقة لحد الآن لم تسجل أي مشكلة أو أي عرقلة أو أي مخالفة، الحركة الطبيعية والتجديد تمام.
نعم هناك كما معلوم بان مدينه الموصل سواء كان في خاصه في غرب نينوى وكذلك جنوب نينوى خاصه غرب نينوى تشهد ربما لاول مره انتخابات مجالس المحافظات سواء كان في سنجار والعفر. كيف تقيم الاوضاع حاليا هناك؟ الاوضاع جيده جدا ونحن قبل يومين اول امس حصل تصويت الخاص جرت الامور طبيعيه وكما شكرا لك محمد وشكرا من الاستاذ مازن. نعم تحياتي ايضا لكم لضيوفكم الكرام. شكرا جزيلا لك محمد ونشكر ايضا استاذ علي الصاحب رئيس المركز الاقليمي لانضمام لنا بهذه التغطيه وكذلك الشكر للاستاذ هاشم الكندي رئيس مجموعه النبل للدراسات الاستراتيجيه على كل هذه الايضاحات والمعلومات. حياكم الله. اهلا وسهلا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. فاصل ان شاء الله ومكملين بهذه التغطيه المستمره على مدار اليوم الانتخابي انتخابات مجالس المحافظات العراقيه. الى اللقاء.